السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالمشاهدين الأعزاء. النهاردة بإذن الله هتكون حلقة مميزة، نبذة مختصرة عن حياتي من ساعة ما اتولدت حتى الآن، بحيث إن الناس تبقى عارفة مين مراد مرعي. أول حاجة، أنا اتولدت في منطقة شعبية جميلة اسمها باب الشعرية بمحافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، في شارع اسمه سكة سوق الزلط. الكلام ده سنة 1979، ثم اتربيت فيها، وكنت في المرحلة الابتدائية انتقلت لمنطقة حدائق القبة. اتعلمت في مدرسة الابتدائية اسمها العبيدية اليونانية في شارع شبين. بعد كده خدت الشهادة الإعدادية من مدرسة النقراشي الإعدادي، ورجعت تاني باب الشعرية. جلست مع جدتي واتربيت في بيت العيلة، وخدت الثانوية العامة من مدرسة باب الشعرية الثانوية. ولما نجحت والحمد لله كنت جايب ساعتها 71%، الكلام ده تقريبا سنة 95. كتبت أول رغبة ليا كلية الزراعة جامعة عين شمس، وفضلت أصلي وقت أقول يا رب يا رب أدخل كلية الزراعة. ليه بقى؟ والدتي خريجة كلية الزراعة جامعة عين شمس بس قسم الصناعات الغذائية، فكنت دايما أروح معاها الشغل وانا صغير، فكنت اتفرج على الجناين والمزارع، وهي كانت بالمناسبة شغالة في المدن الجامعية بتاعة جامعة الأزهر قسم البنات. فطبعا ساعتها كانت الجناين كبيرة، وكنت ألعب وانا صغير بقى واشوف حاجات حلوة، واتعلقت بحب الزراعة وحب المهنة الجميلة دي. والحمد لله أمي كان ليها الفضل إن أنا أجتهد وأتعب وذاكر لغاية لما أدخل الكلية والجامعة العريقة دي. فدخلت كلية الزراعة جامعة عين شمس سنة 96 تقريبا. ومن ساعة ما دخلت فكرت، قلت الكلية دي هتبقى مستقبلي وطموحي. فكنت في وقت الدراسة أذاكر وأتعب، وفي أجازة أروح أشتغل في المزارع. فأنا بدأت الشغل في المزارع سنة 1996. أول مزرعة اشتغلت فيها مزرعة صفوة حبيب اللي في المنصورية، اللي يعرفها، بتاعت نباتات الزينة الداخلي والخارجي. اشتغلت هناك في صوب الفيلودندرون والتيفنباخيا، وكنت بشتغل في فترة الأجازة وتعلمت حاجات حلوة قوي، زودت لي مفهومي في بعض الدراسة في سنة تانية وتالتة ورابعة، وتخصصت قسم بساتين. والحمد لله اتخرجت، ودي شهادة التخرج بتاعتي اهي. اتخرجت سنة 2001 نتيجة ان انا للأسف في سنة اولى ما كنتش مجتهد قوي فسقطت، وكان اول مرة في حياتي اعرف معنى طعم السقوط. واجتهدت وتعبت وعرفت يعني ايه الثغرات اللي انا اقع فيها. والحمد لله كبت في سنة تانية جيد، وتالتة جيد جدا، ورابعة كبت امتياز، لكن التقدير التراكمي بتاعي كان جيد. وادي سنة التخرج بتاعتي من قسم بساتين جامعة عين شمس. طبعا الحمد لله كنت من الناس المتفوقة، فادوني منحة في معهد لغات القوات المسلحة، بس للأسف الشهادة مش موجودة. وكنت باخد في الشهر تقريبا حوالي 120 جنيه، يا فرحت. وأول مبلغ خدته جريت على جدتي وقلت لها بقى النهارده بقى إيه يوم. نزلت جبت جمبري بقى، سندوتشات جمبري، وفرحت أنا وهي، وكنت مبسوط إن أول قرش خدته آكل منه وأشبع منه، وأكل الست الجميلة العظيمة اللي هي جدتي، أمي اللي كنت متربي معاها في باب الشعرية. علمتني حاجات حلوة كتيرة، الله يرحمها ويرحم الجميع، وكنت فرحان. اشتغلت في أثناء الكلية زي ما قلت لكم من سنة 96 لغاية ما اتخرجت في مزارع. بعد ما اتخرجت اشتغلت في مدرسة إسماعيل الأباني اللي في عبده باشا في القاهرة، مدرسة ثانوية. كنت بدرس للتلامذة تربية زراعية، كنت باخد لي ساعتها 3 جنيه في اليوم. خلصت تقريبا اشتغلت سنتين من 2002 لغاية 2003،
السنة الدراسية. في نفس الوقت كنت أقول لكم بالمناسبة اشتغلت في جريدة الوسيط، كنت باخد 1200 نسخة جريدة على كتفي، يوم الجمعة الصبح ألف بيهم على العماير شقة شقة محل محل أسيب الجريدة. كان يوم الجمعة كنت باخد 25 جنيه في اليوم، يا أفرح 25 جنيه في الأربع جمعة أو الخمس جمعة يطلع لي في الشهر 100 جنيه أو 125 جنيه، كنت فرحان. وفي نفس الوقت كنت مدرس، واجي بالليل أشتغل في شركة كانت عاملة مواقف للسيارات في وسط البلد، كنت واخد الشارع كان باين اسمه محمد إبراهيم أو حاجة زي كده، اللي هو كان على مصيته محل جروبي. أنا بحب أقول لكم الحاجات دي ذكريات حلوة. مرة من المرات قابلت الفنانة العظيمة سهير المرشدي، وقالت لي: أنت إيه اللي موقفك يا ابني؟ قلت لها: والله أنا باكل لقمة عيش. قالت لي: أنت شكلك متعلم. قلت لها: أنا خريج زراعة وشغال وبكون نفسي. فقالت لي: ربنا يوفقك. ومرة قابلت الفنان تامر حسني، كان لسه بقى في بدايات حياته، وغمزني ب5 جنيه تبس، ياه يوميها فرحت وروحت برضو، ايه كبت اكل وانا مروح بقى الصبحية، وكنت مبسوط وفرحان وحاجة كانت جميلة. اه والله الواحد تعب وشقي عشان يحس بمعنى القرش، وكنت لسه شاب صغير متخرج وعايز اتعب واشقى، وكنت في نفس الوقت ملتزم ان انا اشتغل في مهنة الزراعة مدرس تربية زراعية بالنهار. تمر الايام ونكمل التسجيل اللي جاي.